صباح الخير حبايبي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا اولا جدا اعتذر اني اخر 10 ايام كل شيء ما نزلت بالقناه، واللي ضايفني على الانستغرام يعرف شنو السبب انه تاخرت ما انزل فيديوهات هاي ال10 ايام او 12 يوم اللي فاتوا. ثانيا اليوم الفلوج راح يعجبكم على طلبكم مثل ما ردتوا، فلوج طويل بتفاصيل هواي، مو مشكلتي، انتم ردتوا هذا الفشي واكيد راح يعجبكم. بس الفلوج اليوم راح يكون مدينه البصره، رايح هناك ان شاء الله 3 ايام، راح اصور لكم كل الشغلات اللي راح تصير، يعني رايح مو كطاقم اليوم، انا كلش متحمس اني رايح كمسافر، اعطيكم تفاصيل الموضوع كله من اوصل البصره وافتهم كل شيء، اعطيكم كل التفاصيل وان شاء الله الفيديو راح يعجبكم، خليك وياي ان شاء الله. الحلو بالموضوع اليوم السفر ابد ما اتقيد بيها بالتصوير، لان انا اليوم ما عندي واجب، ما طالع طاقم طائره، فاخذ راحتي وراح اصور لكم كل شيء ان شاء الله. اوكي حبايبي، مثل ما شفتوا الغرفه يعني انا عجبتني اكثر شيء عجبني بهاي الغرفه الاناره مالتها، يعني تقريبا كلها اوف وايت او ابيض، يعني تفيدنا هاي الالوان حتى تكون ضاويه اكثر وتبين بالتصوير اكثر صراحه. وحاليا كلش تعبان، وهسه تقريبا الساعه 3 الظهر، يدوب ابدل وارتاح وانزل اتغدى ووراها انام. ما اعتقد اليوم اطلع واصور، خلنا اشوف يومي. على العموم عندي بعد يومين اشوفكم التفاصيل اللي راح نشوفها هنا انا بالبصره. يلا. اوكي اعزائي، هسه احنا حاليا برصيف التاكسي النهري بمنطقه العشار في البصره، وراح اخذكم بجوله صراحه كلش عجبني، يعني انا صار لي تقريبا 8 أشهر 9 ما جاي، بس من جيت لقيت تغييرات كلش كبيره، من ضمنها التاكسي النهري، وان شاء الله احنا نصعد بالتاكسي النهري واخذكم جوله، ان شاء الله حيعجبكم. لا تنسوا تجون البصره ضروري تجون هنا. الاجواء هنا طبعا تخفض، لا احس روحي بالبسفور والله العظيم، ما جيت متخيل انه بالبصره عندنا هيك شغلات. Thank you.
يا اخي انت بس علاوي بس تصور بالعالم، وانا اريد هسه انا اصورك. وهذا علاوي البطل، اغلب الصور اليوم راح تشوفونها على الانستغرام هذا البطل اخذنا. استاذ بس تجون هنا التاكسي النهري ما وصلكم. نورتونا. الله يخليك حبيبي، الله يخليك. تسلم. حاليا احنا من الجسر الايطالي مدينة البصرة. طبعا هذا اخر مشروع يمكن صار له سنة تقريبا او اكثر، ما اعرف الفترة بالضبط، بس هو يعني يعتبر جديد. هذا الجسر شباب صراحة عجبني. الارتفاع مال هذا الجسر 35 متر. حلو لطيف. مثل ما شفتوا هذا اليوم الاول كان عندنا بالبصره زحام، احتريت صراحه كلش متكسر. هسه حاليا الساعه 9 بالليل وباقين باكر وعقبه، ودي اتونس والله بالبصره. انا هواي جاي للبصره قبل من نجي سفرات من بات، بس من صارت كورونا بعد ما جاي صار بالسبت شهر 8. فاليوم تونسنا، رحنا على الكورنيش، رحنا على الجسر الجديد، شفتوا يمكن بالفيديو يسمونه الجسر الايطالي. ليه سموه الجسر الايطالي؟ الشركه اللي سوته هي ايطاليه فسموه بالجسر الايطالي. حلو كلش عجبني، بس للاسف ضجت لما سولفون انه قبل فتره اكو ثلاثه جايتين من يمه على مود يسبحون، مثل ما تعرفون البحر جوا، وواحد ميت خطيه، وواحد الاول جايت ما صاير بي شيء. ف اللي يشوفونه من البصرة دير بالكم يابا، ترى الجسر عالي مو قفاز هذا المسبح حتى تقفز من يمه. وضبط جنتي مثل ما قلت لكم تعبان، بس مو مال اترك، يعني اذا اليوم تعبان وما اتمرن وباكر ما ادري شنو مالي خلق وما اتمرن فما تحصل نتائج. الناس يتابعوني مهتمين بالرياضة، حتى لو تعبان حاول تحرك نفسك شوي شوي فراح ارتاح لي شوية، اكل شوية روبيان وتمه كارب على بروتين، وراح بنص ساعة أصعد أتمرن. يلا نشوفكم بالجيم. See you. صدق تذكرت، بما أنه أنا تعبان هسه تذكرت أنه المفروض بالثلاجة يخلون أي مشروب يخص الطاقة. سبرايز مونستر إنرجي، هو هذا اللي حيصحينا ويخلينا نتمرن عدل. اليوم عندي تمرين ظهر، ما أدري حصور أو لا، يلا اصور وذا حلو، يعني معناته دخلت بالفلوك. اخلص هاي ننزل القاعة. السلام عليكم صديق العدو، وين القاعة؟ ذاك سايد. السايد الثاني؟ لا لا ذاك سايد. ممنون. صراحة أعوى جيم يمكن تشوفونه بحياتكم. هذا جزء مالته مال كارديو ثلاثة، وجهاز سحب بكرة، ومال رجل دفع ماكنة، ومال صدر بريس، وهذا مال كور معدة. تنبلصات شفتات يمكن ماكو، ضربنا بورة معدل ودنيا ليل، مو مالها روح ادور قاعة. مش حالنا اليوم بيها. ملاحظة بسيطة، إذا تجون مثلا في فندق معين تلقون به
القاعة شوية عاوية مثل هالقاعة اللي أنا بيها، فشن الحل؟ الحد يشوفوني بقوة أشهق شون؟ لقيت أجهزة ماكو، مثلا يوم أنا عندي ظهر وكتف خلفي ومثلثات، فش أسوي ش أسوي؟ فسويت أول تمرين بما عندهم بس سحب بكرة، خذت 10 سيت سحب بكرة وياها سوبر سيت نشر للكتف الخلفي، فصار 10 سيتات منها 10 سيتات منها، فسويت ضغط على العضلة فحسيت اكو بوم، حسيتها اشتغلت بما انه ماكو اجهزة ولا اكو دمبلصات واوزان، فسويت هالفيك. اتذكروا هالفيتة؟ فيتة شنو؟ الفيكة، وراح تفيدكم بهيج الظروف. خلينا ندور ونشوف بعد شنو نقدر نسوي سوبر سيت حتى نسوي اكبر قدر على العضلة ويشتغل عندنا التمرين، لان يعني حرامات احنا نزلنا نتمرن. يلا خليكم وياي. خلصنا اول تمرين اليوم. تمرين الشوم ما شاء طبعا، يعني مثل ما قلت لكم تعبان، بس مو هذا السبب، الله شاهد، السبب انه الجيم كلش تعبان، ما بي آلات وما يسوي واهس، ماكو اي روح بالجيم. والكارثة انه سألتهم اكو مسبح بالفندق، قالوا لا ماكو مسبح. فالظاهر اليوم يعني هو كلش حيل تعبان هذا اليوم، فشين نسوي؟ نصعد نسبح ونتعشى وننام حتى باكر نبدي يوم جديد، وعدي التصوير همه وحاول همه اصور لكم واكمل الفلوق باكر. اشوفكم على العشاء. صباح الخير. صباح الخير حبايبي. اليوم هو ثالث يوم إنه بالبصرة، جهزنا السجل أغلى. الساعة حاليا ب 12، طيارتنا بالثنتين ونص إن شاء الله راح نطلع من الفندق، كملنا شغلنا. بالمناسبة جيتي كانت هنا، هي طبعا عمل، لكن هالمرة مو بصفة مطيب جوي، اجيت عمل تابع لوزارتنا، وزارة النقل للإعلام. سوينا تقرير أو فيلم وثائقي صغير عن النقل البحري هنا، وبالاخص مشروع التاكسي النهري، ويمكن اثناء احنا ننزل هذا الفلوق قبل بيوم راح ينزل هو على موقع الوزاره. وصراحه كانت فرصه حلوه لي، واشكر كل الناس ومدير قسمي وكل الناس اللي ساندوني ورشحوني اجي على هذا العمل، وان شاء الله مو اول عمل واخر عمل هو، ومستمرين. حلوة الثلاث أيام كانت هنا، تونست. أنا صراحة أحب البصرة، أحب ناسها، أشكر كل الناس اللي راسلونا على إنستغرام، تقريبا بال20 واحد طبل على إنستغرام، بس سويت تشيك إن، دخلوا لي ناس أصلا أغلبهم ما أعرفهم، ناس متابعيني سواء على اليوتيوب ولا على إنستغرام، طبوا لي وعزايم وتعال تفضل يمنا، يعني آسف إني ما أجيت، بس الله شاهد إحنا إذا نطلع من الصبح للعصر للمغرب نصور وأرجع بين ما أكل وأتمرمش شنو صار الدنيا ليل. بس اشكركم جزيل الشكر على الدعوات اللي اجتني حبايب قلبي، اهل البصره ناس طيبه، وان شاء الله على الجايات. وتقريبا هو هذا نهايه الفلوق، اذا انت وصلت للنهايه وشفت الفيديو كله انا اشكرك، ولا تنسون خلونا لايك على الفيديو واشترك بالقناه اذا انت ما كنت مشترك. وما عندي شيء بعد اقوله، راح اخلي لكم الخاتمه مال الفيديو تكون الهبوط في مطار بغداد ان شاء الله. في مرة واشوفكم بالفيديو الجاي.
p.m. Child leave for your own safety, please. Until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. On behalf of a Red Tail Race Company...